أهلا الأخبار معكم. في الفيديو ده أنا هتكلم عن موقع جامعة شيكاغو في أمريكا. الموقع ده فيه كمية كورسات مهمة خالص في مجال العلاج الطبيعي، تمام؟ يعني كورسات كتير بجانب إن هي مجانية، وبرضه في الموقع فيه كورسات مدفوعة، تمام؟ لكن عدد الكورسات المجانية كتير والمعلومات اللي في الكورسات دي مهمة خالص، تمام؟ تمام. في الفيديو ده انا بركز على كورس بعينه اسمه ايه، اسمه سبورتنج بين مانجمنت ويز اوكوبيشنال ثيرابي كورس. الكورس ده اللي هو كورس اداره الالم بالعلاج الوظيفي بيحسن تعاملك وكمان شغلك مع المريض، وكمان بيحسن صحه المريض، وكمان اداء العلاج بتاعك، تمام؟ يعني لو انت عايز تقارن اداء العلاج بتاعك فقط بدون الكورس هيدي نتيجة أقل من أنت لو معاك الاتنين، العلاج بتاعك والطرق بتاعتك بتاعت العلاج الطبيعي مع المحتوى بتاع الكورس، تمام؟ ده في فرق رهيب، يعني العلاج هيتحسن وهتزيد فعاليته، تمام، بالمعلومات في الكورس ده، تمام. أنا خدته الكورس ده وكورس مهم، تمام. بجانب كده إن الكورس اللي بتكلم عنه ده ضمن مديول أو واحدة من ثلاث كورسات، ففي مديول او واحدة متكونة من ثلاث كورسات، فانت كل كورس ليه شهادة وليه محتوى، وانت لما بتاخد كل كورس منهم بتاخد شهادة، واكيد اكيد الاهم من الشهادة اكيد معينا او مع الكل اكيد هو ايه، هو المحتوى، تمام. فكل كورس ليه شهادة وليه محتوى، وفي الاخر بتاخد الشهادة مجمعة لثلاث كورسات دول مهمة خالص للمديول نفسه. وبرضو غير الثلاث كورسات دول في المديول ده في كورسات تانية كتير، وفي برضه ويبينارز، في مؤتمرات متسجله، في حاجات كتير متسجله، بجانب ان في منح، فالموقع كبير. لكن انا النهارده هتكلم بالخصوص عن الكورس ده، وبرضه هقول لك ازاي تجيب الكورسات التانيه. طيب تمام. لينك موقع جامعه شيكاغو في امريكا انا سيبه لك في الوصف، هتسمع الفيديو كله وبعدين تروح للينك علشان تعرف تسجل، لان الموقع فيه حاجات كتير، فانا لازم اشرح لك خطوة خطوة علشان توصل للنتيجة، تمام. اول حاجة تدخل للموقع الاول، اهو تدخل على الموقع، وبعديها هتروح على تدوس على create account، تدوس عليها، تمام. بعديها تنزل تحت، انت مش هتدوس هنا، دي حاجات تبع الجامعة، يعني ده تسجيل الطلاب والدكاترة والمعيدين بتوع الجامعة نفسها هناك في شيكاغو، فمش هتدوس عليها. هنا فيزيتور لوجن، لا برضو مش هتدوس عليها، لان دي انت تدوس عليها لو معاك حساب، تمام، واحنا لسه هنعمل حساب اكيد، تمام. هتدوس على كريت نيو فيزيتور اكاونت، لسه انت دلوقتي لسه هتعمل حساب، تمام. دلوقتي هتروح تعمل ايه، هتروح نازل تحت وتكتب الايميل بتاعك، تمام، اللي هو تمام. انت تكتب الايميل بتاعك، بعد ما تكتبه، واكيد مش تكتب الايميل ده، يعني هتكتب ايميل تاني بتاعك انت، تمام. هتكتب بعديها الباسورد مرتين، تمام، هتختار باسورد، ده اول حاجة اكيد، تمام. الباسورد اكتبه تاني، تمام. تمام. بعديها البريفكس دي انت هتعمل ايه، هتسيبها مش هتكتبها، تمام، او لو احنا اساسا دكاتره هتدوس عليها، لكن انت لو اساسا مش مخلص الكليه، كليه العلاج الطبيعي، او كمان دكتور، دي اللي بتتكتب في الموقع نفسه او في الشهاده لما انت اساسا تكون واخد دكتوراه، تمام. فانا عن نفسي انا في الجامعه لسه او في الكليه لسه بتاعت العلاج الطبيعي، فانا دوست نون، تمام. ومعظم الدكاتره نفسهم اللي بيبقوا واخدين ماجستير او دكتوراه بيعملوها نون برضه، مفيش مشكله. الفيرست نيم بتاعك تكتبه مثلا، افتراضا ان انا اكتبه كده، انا بكتب معلومات افتراضيه، تمام. برضه نكتب هنا برضه، تمام، نكتب الاسم الثالث، بعديها دي تسيبها يعتبر فاضيه، او ممكن تكتب هي، اكتبها هي، انت ده اسمه أحمد فتكتب هي على طول. بعدين تكتب هنا في الستريت مثلا إيجيبت أو الدولة
عادي يعني ستريت ايجيبت عادي، مش مفيش مشكله. والسيتي برضو ممكن تكتبها كايرو او محافظتك مفيش مشكله. والسيتي دي بتظهر على فكره فين؟ في الشهاده، يعني السيتي والستريت لو كتبت ايجيبت بتظهر في الشهاده. فلما الستريت هتظهر في الشهاده، فانت اكيد اكيد مش هتكتب اسم شارعك في الشهاده، فانا قلت له ايجيبت. حلو، وبعدين تكتب هنا كايرو او محافظتك بقى في مصر. يعني الكونتري الدوله نختاروها ايجيبت، او دولتك انت ايه يعني. تمام، تروح ماشي تختار ايجيبت. من بعديها دي الستيت، الستيت هو جايب كل ايه انت كل المحافظات، نكتبوها مثلا كايرو. تمام، او هو ممكن يبقى كتبها القاهرة مش كايرو، كتبها بالعربي. تمام، تمام، احنا ممكن نختار دي مثلا اليوبية. تمام، ممكن نختاروها على حسب انت محافظتك ايه برضو. تمام، فبرضو ممكن نختار مثلا هنا ممكن نختاروها على حسب يعني عادي. بعدين هتكتب هنا بوستال كود، برضو بتكتب الشهادة، برضو مش حاجة يعني ليها أهمية كبيرة. ممكن تروح هنا مثلا وتكتب الكود البريدي، الكود البريدي مثلا القاهرة. تمام، ويطلع لك كمان ايه انت هنا الرقم البريد المصري. دي حاجة هامشية يعني مش مهمة، لكن انا في رأيي يعني ايه نكتبوها عشان بعد كده في الموقع ممكن يبعت لك حاجة بريد، ممكن شهادة يبعتها لك، ممكن انت خدت منحة يعني للمستقبل. تكتب وسط الكود مثلا، بعدين تختار الديجري. الديجري اختار بكالور اللي بكالوريوس يعني، حتى انت لو جوه البكالوريوس لسه انت ما خدتهاش عادي اكتبها. تمام، تمام، دي انت بتسيبها. تمام، وهنا بتكتب او بتختار فيزيكال ثيرابي. تمام، فيزيكال ثيرابي او فيزيكال ثيرابيست، دكتور علاج طبيعي. تنزل هتلاقي الحاجات دي، تختار اوزر، انت اكيد مش في الجامعات دي او مش في جامعه شيكاغو. الاثنين دول انت هتسيبهم عادي، او ممكن هنا تكتب مثلا كايرو يونيفرسيتي. ثانيه، كايرو يونيفرسيتي. بعديها هتنزل تحت انت يونيفرسيتي او يونيفرسيتي اوف شيكاغو اي دي. دي انت اساسا انت مش في جامعه شيكاغو فتسيبها فاضيه، هو اساسا مش مطلوبه. تمام، اللي مطلوب يبقى ليه علامه نجم كده لازم انت تكتب فيه. تمام، هنا برضو دول تسيبهم ما فيهمش مشكله. الحاجات دي حاجات اختياريه ممكن تعملها، نقطه المانس وكده اكتبها برضو ما فيش مشكله. جوان ويوم واحد عادي اكتبها انت، بتظهر برضو في شهر تقريبا. سيبها برضو. التايم زون انت ممكن تعدلها وتختار كايرو. مش حاجة مؤثرة يعني. مثلا تختار افريقيا وتختار كايرو. تمام، بس يعني ايه ممكن نختار مثلا امريكا او اي مكان مفيش مشكلة يعني. تمام، دي يعني حاجة هامشية في الموقع لوس انجلوس. بعديها نختار او ندوس على اي ام نوت ا روبوت، دوس عليها المربع، بعدين تدوس على كريت نيو اكاونت. انت جاب لك ايرور ان انت لازم تعمل ايه، ان الديسبلاي ديجري لازم تكتبها. تمام، هنا هتكتب ايه، هتكتب فيزيكال ثيرابي. تمام، او بي تي، ممكن تكتبها بي تي، انا اكتبها بي تي اساسا فما فيش مشكله، اكتبها بي تي. تمام، دي كويس ان الحاجه زي كده وقفت قدامنا علشان انت ما تقعش فيه. تمام، نكتب الباسورد تاني. تمام، بس
بتسجل بتكون في حاجات كده بتقف قدامنا، فكويس ان حاجه زي كده وقفت قدامي علشان ما توقفش انت. كريت نيو اكونت تدوس عليها، الموقع بيحمل كده كويس خالص، هيقال لك ان التسجيل سكسسفول نجح. كويس خالص، انت كده دلوقتي مسجل في الموقع، وعلى فكره ده الحساب بتاعك، وتدوس على ماي اكونت تروح للحساب بتاعك. كويس خالص، لو رحت هنا ماي اكونت تلاقي ان هنا البيانات بتاعتك كلها موجوده تمام، ولو على اكتيفيتيز او ماي اكتيفيتيز تمام هتلاقي الحاجات اللي انت مسجل فيها، لكن احنا لسه مسجلناش. هنروح ندوس على الشعار بتاع الجامعه عشان نطلع لبره، وهنروح على فايند ا كورس. تمام تمام، هتروح على فايند ا كورس وتكتب اللي انا كتبته ده، مانجينج بين ديورنج سيريوس إلنس. تمام، ده اسم المديول او الوحده اللي متكونه من 3 كورسات. تمام، هتكتب كده وتدوس على انتر. تمام تمام، هتطلع لك ايه بقى؟ المديول نفسه. تمام، هتطلع لك المديول نفسه تمام، وكمان طلع لك الكورس اللي انا بتكلم عليه ده، اللي هو ايه؟ سبورتنج بين مانجمنت ويز اوكوبيشنال سيرب، العلاج الوظيفي. الكورس اهو بان قدامك، وكمان بان الكورسين التانيين اللي هم ايه؟ في المديول نفسه. تمام، فانت روح على سبورتنج بين مانجمنت ويز اوكوبيشنال سيرب اللي هو الفيديو عليه اساسا، الكورس ده هو الفيديو اللي عليه، دوس عليها. موقع حمل دلوقتي ايه؟ انت دلوقتي هتروح تعمل ايه؟ هتروح تدوس على جيت ستارتد. تمام تمام، بعد ما تدوس على جيت ستارتد تمام، هتروح على جيت ستارتد تاني، دوس عليها تمام، وتدوس عليها تاني. دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت لازم تروح هنا ايه؟ You must enroll in managing pain during serious illness. لو المديول نفسه اللي هو الوحده نفسها، فبيقول لك ايه؟ علشان تاخد الكورس ده لازم المديول تسجل فيه، لانه اساسا هو اللي فيه 3 كورسات دول. فتروح دايس على managing pain during serious illness، دوس عليها. تمام؟ لازم المديول ده نسجل فيه. اهو ده المديول اللي لازم نسجل فيه علشان ناخد الكورس اللي جوه. تمام؟ دوس على جيت ستارتد اهي، جيت ستارتد، تدوس عليها. بعد ما بتدوس عليها بتروح ظاهره الحاجات دي. تمام، لازم انت ايه؟ زي ما هو كاتب كده على فكره، برايس 000 يعني صفر. تمام، والثلاث كورسات هم اللي فين؟ اللي في المديول نفسه. تمام تمام، فبتدوس على انرول، او الموقع يحمل. ده كويس خالص، زي ما انت باين قدامك بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الثلاث كورسات اتسجل فيهم كونفيرمد، يعني اتوافق ان انت تدخل الكورسات دي، وكمان كمان ايه بقى؟ المديول نفسه اتوافق عليه، عشان اساسا المديول ده هو اللي في 3 كورسات. طيب تمام، كويس خالص. هتروح بقى للكورسات من هنا، يعني انت ممكن تنزل، ممكن تدوس على اي كورس فيهم، وبرضه ممكن تنزل تاني وتروح هنا، يعني من هنا او من هنا تروح للكورسات. تمام، احنا بقى مركزين على الكورس اللي هو ايه؟ سبورتنج بين مانجمنت ويز اوكوبيشنال ثيرابي، هتدوس عليه. تمام، هتنزل هتلاقي تدوس على كومبليت اكتيفيتي، وهنا برضه كومبليت اكتيفيتي اللي انت لازم تدوس عليه، دوس عليها هنا. تمام، انت كده دخلت الكورس، وزي ما بقول لك your enrollment in this course has been recorded، يعني تسجيلك في الكورس اتسجل في الموقع. تمام خالص، روح اقرا الحاجات دي، انا بحب اقرا كل حاجه في الموقع. يعني بتروح بعديها على start course، تبدا تاخد الكورس. تمام، الكورس ده 43 دقيقه، لكن انا عن نفسي خدته في اسبوع، او مش اسبوع، يوم، انا خدته في يوم، لكن انت هتخلصه اسرع، يعني ممكن تخلصه في ساعتين او في ساعه. هو اساسا 43 دقيقه، وفي ملف موجود برضو تقدر تحمله من هنا، يعني هو ملف تدوس عليه. تمام، وهيحمل معاك. تمام اهو، تمام اهو، كل كورس او كل حاجه في الموقع ليها ملفات.
تمام، ويعتبر كل صفحة فيها سلايدين أو أربع، يعتبر تمام كل صفحة لو أنت شفت فيه أربع سلايدات، تمام هم سبع صفحات كل صفحة فيهم أربع سلايدات، تمام يعني أربعة بسبعة هتطلع لك عدد سلايدات إيه الكورس. نرجع ورا تمام، وإيه وأنت الكورس إيه الفيديو بتاعه بيحمل. في كورسات بتكون عبارة عن فيديو واحد، وفي كورسات عبارة عن فيديوهات كتير، سواء واحد اتنين تلاتة اربعة على حسب كل كورس. فدلوقتي الفيديو حمل تمام، هتدوس هنا وزي ما انت شايف الكورس او فيديو كورس فتح قدامنا تمام. بعديها انت بتدوس على نيكست بعد، بس ايه انت لازم تدوس نيكست امتى؟ لما تخلص الفيديو كله وكمان الملف تقراه كله. انا بحب ايه كل حاجه بيوفرها الموقع اخدها، يعني فيديو اسمعه كله بتركيز، ملف اسمعه برضه تمام، او اشوفه او اقراه كله، اي كلمه جديده غريبه في المجال الطبي او بره المجال الطبي، في مجال علاج الطبيعه او بره او كده، بروح ببحث عنها بترجمها وهكذا تمام. والاحسن حاجه ان احنا نستفيد من كل حاجه في الكورس لان كل معلومات تمام. تمام، بعديها انت بعد ما بتخلص انت الفيديو وبعد ما بتخلص كمان الملف زي ما انت مرهولك بتدوس على نيكست. بعديها بتدخل على كويز، الكويز ده عبارة عن اربع خمس اسئلة او سؤالين بتروح ممتحن تمام. وبعدين في حاجة اسمها ايفالويشن، يعني تقييم، بتروح مقيم دكاترة الكورس اللي هما من جامعة شيكاغو تمام، فاكيد تقييمهم كويس خالص اكيد. من بعديها في حاجة اسمها كريدت ريكوست تمام، دي حاجة اسمها ايه نيكست، برضو دوس عليها نيكست. يعني كريدت ريكوست، كريدت دي يعني نقاط انت بتاخدها من الموقع ببلاش، النقاط دي مطلوبة لما بتسافر اوروبا او امريكا، خصوصا لو بتسافر امريكا او بريطانيا يعني. فانت لما بتسافر بيقول لك ايه في حاجات في موقع تاني او في موقع ده جامعة شيكاغو برضو بيقول لك ايه لازم يبقى معاك عدد نقاط معين علشان تاخد ايه الكورس بالمجان مثلا، او هو مجاني لكن شرط الدخول فيه ايه يبقى معاك عدد نقاط معين. فالموقع بيديك عدد نقاط دي انت بتستخدمها سواء في معادلة امريكا بريطانيا اوروبا، دولة في اوروبا، معادلة في اوروبا، هكذا في الخليج. كمان ممكن بالموقع يبقى طالبها عشان انت تقدم على كورسات تانية مجانية لكن طالبة نقاط، يعني ده شرط للحصول على كورسات هي مجانية ايوه لكن محتاجة نقاط، وفي كورسات كده لكن دي كورسات قليلة وكورسات كمان متقدمة غير ده تمام. وبعدين بتدوس النيكست، لما انت بتوصل لنقطة الكريدت ريكوست بتدوس نيكست برضو بيقول لك ايه انت خدت عدد نقاط معين، واحد نص خمسة وسبعين من مية هكذا. بعديها لما بتوصل هنا كريدت ريكوست وبتدوس نيكست، يعني انت بيقول لك ايه انت خدت عدد نقاط معين، بتدوس نيكست هتروح للايه للشهادة السيرتيفيكيت، هتظهر قدامك وهتاخدها هتحملها وهتتبعت على الايميل، وكمان هتبقى ظاهرة في الموقع هيقول لك داونلود يور سيرتيفيكيت تمام. لو رجعت ورا، رجعت ورا تاني ورا تاني، هتلاقي ان تلات كورسات موجودين تمام. ممكن تاخد الكورس ده او ده او ده او خدهم التلاتة عادي. وبعدين بعد ما بتخلص خالص، بعد ما بتخلص خالص تلات كورسات بتاخد شهادة مجمعة لتلات كورسات دول، عشان ده مديول او واحدة كاملة تمام. فيعتبر اربع دول اربع شهادات، واهم حاجة في الكورسات المحتوى مش الشهادات يعني، لكن الشهادات برضو مهمة في التقديمات في السي في هكذا، ودي جامعة كبيرة. طيب كويس خالص. طب انا عايز اخد كورسات تانية، طيب يعني قول لي الطريقة. اقول لك روح على شعار الجامعة تمام، دوس عليه. ده موقع الجامعة زي ما انت عارف يعني. هتروح على find a course، اكيد مش هتكتب managing pain during serious illness، انت مش عايز بس تروح للايه للمديول ده اللي في دار الكورسات، انت عايز تشوف حاجات تانية كمان يعني، انا بفتح لك الطريق. هتروح تكتب ايه؟ ما تكتبش حاجة خالص. ايوه ما تكتبش حاجه خالص، انت سيبه فاضي كده البحث تمام، وتدوس على انتر. يعني سيب البحث فاضي ودوس على انتر، ده بس انا عايزه، ما تكتبش حاجه، دوس انتر. هي حته يعني ايه غريبه، يعني انت ازاي تسيب البحث فاضي ويجيب لك نتائج غريبه صح؟ غريبه تمام. من بعديها هتدوس على فري، دي دوس على فري هنا تمام، دوس عليها
تمام، طلع لك الكورسات كلها الموجوده، ممكن تروح على اتنين وتلاته وهكذا، تدوس هنا وتشوف الكورسات دي، يعني دي كلها كورسات مجانيه. تمام، فانت لما بتبحث هنا ولما بتكتبش اي حاجه وتدوس انتر، بتروح هنا اللي هي سيل بيس بريس برايس، يعني سيل برايس اللي هو ايه سعر البيع بتاع الكورسات، تدوس فري. تمام، زي هنا كده اهو، ثانيه دوس على فري، تاني دوست عليها تاني. تمام، وطلع لك كل الكورسات المجانيه اللي في الموقع. تمام، وبرده دي مش بس الكورسات المجانيه، تقدر تروح هنا وتدوس على اتنين بيج اتنين او تلاته، او تدوس هنا بعدين، يعني في تلات كورسات او اللي انا وريتهم لك، وبرده في كورسات تانيه هنا، وهم دول كلهم كورسات مجانيه. وبعدين انت لما بتدوس هنا اتنين او تلاته بتظهر لك كورسات تاني. طيب تمام، انت لما بتنزل تحت هنا في حاجه اسمها كريدت تايبس. تمام، انت بتعمل ايه؟ بتدوس على فيزيكال ثيرابيست. تمام، لان الكورسات اللي هتظهر لك دي مجانيه، ايوه، لكن في مجالات كتير زي التمريض، زي كمان الاوكوبيشنال ثيرابيست، العلاج الوظيفي. يعني العلاج الوظيفي ليه كورس مبتدئ خالص اللي انا وريته لك، اللي انا سجلت فيه من شويه، حلو. وفي كورسات تانية كمان ايه انت برضو متقدم في العلاج الوظيفي. يعني العلاج الوظيفي مجال كبير. تمام، هتروح بقى اعمل ايه؟ دوس على فيزيكال ثيرابيست واوكوبيشنال ثيرابيست، وكمان تدوس على اوبن دي. تمام، يعني انت في لازم ثلاث حاجات تعملهم بجانب، كمان تدوس على فري. تمام، يعني انت اول حاجه، تاني تروح هنا في البحث دوس انتر، وكمان ايه ما تكتبش حاجه في البحث. تمام، تنزل تحت دوس على فري. تمام، تدوس تاني، تروح تعمل ايه؟ تدوس على اوبن دي، الموقع بيحمل، جاب لك كل الكورسات المفتوحه اللي هي مش مقفوله، يعني المتاحه الان دلوقتي. طيب تمام، من بعدها تروح تعمل ايه؟ هتدوس على اوكوبيشنال ثيرابيست وفيزيكال ثيرابيست. دوس على اوكوبيشنال ثيرابيست. تمام، انت لو عايز اوكوبيشنال ثيرابيست دوس عليها، ولو عايز بس فيزيكال ثيرابيست هنا دوس عليها برضو. وبرضه في كورسات تانية موجودة في مجالات تانية برضه بيبقى عليها علاقة. تمام، فزي ما انت شايف كده، دوست على اوكوبيشنال ثيرابيست وفيزيكال ثيرابيست وهنا اوبن، ثلاث حاجات دول عملتهم، وكمان دوست على فري في الاول خالص. طيب تمام، كويس خالص، انت كده هتعمل ايه؟ ظهر لك كل الكورسات اللي في مجال العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، اللي هو اساسا ليه علاقة اكيد اكيد بالعلاج الطبيعي وبيساعد فيه وليه دور. طلع لك كل الكورسات وكل الحاجات هنا اهم. تمام، كل الكورسات اهي بقت موجوده قدامك. تمام، تقدر تاخدها وتستفاد منها. تمام كده، احنا سجلنا في الموقع. تمام، وخدنا ثلاث كورسات، وكمان انت بالطريقه اللي انا وريتها لك دي، اللي انا انت لو جربتها هتوصل لكورسات تاني غيرهم كمان. تمام، يعني تاني انا اعمل كده تاني، انا عايز اوري لك بس الكورسات الموجوده. يعني ممكن نختار كورس يعتبر ايه زي ما بيقولوا كده عشوائي في مجال العلاج الطبيعي. تمام، هنا دوست اوبن انا. تمام، وكمان هتدوس على فيزيكال ثيرابيست، لك كورسات هنا برضو. ولو دوست على اوكوبيشنال ثيرابيست برضو تاني، تمام، هنا ظهرت لك الكورسات. تمام، انت مثلا لو رحت ل كورس ده مثلا، تمام، او مثلا اي كورس تاني غيره عادي. تمام، مثلا الكورس ده، تمام انت لو رحت على الكورس ده هتلاقي ان انت تروح تدوس على جيت ستارتد، ومن بعديها بتبدا في الكورس زي اي كورس تاني وريته لك. تمام، كويس خالص كده، شكرا خالص ليكم، وشكرا ان انتوا استفدتوا من الموقع. وزي ما قلت الكورسات المهم فيها هو ايه؟ هو المحتوى مش الشهادات، والشهاده برضو مهمه بجانب المحتوى، لكن المحتوى لازم تستفيد منه، سواء في فيديوهات او في ملفات، حاجات بتطبعوها او بتنزل لكم PDF في الموقع. الموقع كبير،
شرحته لكم بشكل كويس خالص النهارده. ربنا يكرمكم ان شاء الله. مع السلامه.